بنظرات تملأها الحسرة والألم، يراقب أبو عدنان أطفاله بعد عجزه عن تأمين مستلزماتهم المدرسية. أبو عدنان النازح في مخيم البراء غربية إدلب، وضعه الاقتصادي الصعب لم يسمح له بشراء القرطاسية لأبنائه نظراً لغلائها الفاحش هذه السنة. عندي 4 أولاد، واحد صف تاسع والثاني صف تالي، والله لحد الآن ما حسن جيب له. والله كل شيء غالي، و500-600 ليرة كل طالب، ما عدا أجار سيارة، ما عدا تسجيل مدرسي هيك. يعني طالب من دون دفتر، من دون قلم، من دون شنطاي، ما راح يحسن يروح. ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية هذه السنة يبررها أصحاب المحال التجارية بالغلاء من مصدرها الرئيسي، وسط ضعف القدرة الشرائية لدى معظم أولياء الأمور، ما تسبب بتراجع حركة البيع والشراء للمستلزمات المدرسية من قرطاسية وحقائب وألبسة. هلا بالنسبة للسنة هاي، موضوع الإقبال على المكتبات بالنسبة للقرطاسي لحد الآن الإقبال ضعيف جدا. هلا هو في ارتفاع بالأسعار نتيجة العملة، تدهور العملة يعني، فهو كله محسوب على الدولار يعني، ف بدي يصير ارتفاع بالأسعار لأنه كله محسوب على الدولار هو يعني. في النهاية الأسعار بشكل عام متفاوتة يعني، الدفاتر معك من 20 لل50 لل60 لل100 مثلا. أيام قليلة ويلتحق آلاف الطلاب بالمقاعد الدراسية في عموم إدلب وريفها، ليبدأ عام دراسي جديد دون تحسن في واقع أرباب الأسر، حيث ترهق تكاليف النقل واللباس ومصاريف الدراسة جيوب أهالي الطلاب. مع بداية عام دراسي جديد، يصطدم الأهالي بغلاء فاحش في أسعار القرطاسية المدرسية وتوفيرها لأبنائهم بمناطق باتت تعتمد على متقدمه منظمات المجتمع المدني لدعم القطاع التعليمي. قصي محمد، ريف إدلب الغربي، حلب اليوم.